السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. هذا حسام إبراهيم وياكم، وحلقتنا لهذا اليوم راح نتكلم بها عن المباراة الثانية لمنتخبنا الوطني العراقي بالمعسكر التدريبي في إسبانيا، واللي تعادل من خلالها مع ريال لينيسي من دون أهداف، تعادل سلبي. طبعا مثل ما تعرفون البارحة أنا نزلت ستوري عبارة عن دقيقة تكلمت بها عن المباراة، لكن كانت المباراة غير منقولة وما كان أكو ملخص وما كان أكو أي شيء، فلهذا طلعت بالستوري وقلت أنه أكو عقم هجومي بما أنه المباراة انتهت 1-1، انتهت 0-0، وبالتالي فهذا يعطيك فكرة انه احنا من مباراتين ما سجلنا. وبس كملت الفيديو ورا ساعة ما شاء الله الجماهير العراقية جماهير متعطشة، فعلا احنا محسودين على هذول الجماهير. ورا ساعة تقريبا كملت الفيديو ونزل، الانستغرام مالتي بدا يستلم رسائل، ها شلون شفت اللعبة؟ شفت المباراة شلون؟ انا كنت متعجب بكل امانة، لان المباراة لا منقولة، والمباراة ما كانت اصلا بشكل واضح انه هي مباراة سرية للمنتخب العراقي عكس المباراة الاولى. فكنت ارد لهم اقول لهم اني شنطيكم ملاحظات عن المباراة، انه المباراة هي اصلا ما منقولة. فالمهم قالوا لي انه اكو ملخص نزل على المباراة، فلهذا اضطريت انه اشوف الملخص واخلي بعض الملاحظات اللي عليه، لانه نوعا ما يشوف اكو تطور عن المباراة السابقة اللي لعبناها واللي ايضا تعادلنا بها 0-0. لكن من خلال هذا الملخص اللي شفته، وهو ملخص طبعا بس للهجمات الخاصة بالمنتخب الوطني العراقي، فهو مو تقييم لاداء المنتخب العراقي، وانما هو ناخذ من خلاله فكرة عن الشق الهجومي للمنتخب العراقي، لانه الملخص كان بس لهجمات المنتخب العراقي وما شفنا الهجمات اللي علينا، ما شفنا الدفاع ولا شفنا اداء حارس المرمى. فبالتالي من تشوف هذا الملخص بالتاكيد راح يمكن يعجبك، ممكن اكو بيه لقطات حلوة، بس انا اكد لك انه الملخص هو للشغلات الجيدة للمنتخب العراقي، ومع هذا راح نتكلم بها من خلال هذا الفيديو. خلينا نروح نشوف الملخص شنو اللي صار بيه. اللقطة الأولى ويانا هنا محمد قاسم صانع الألعاب يلعب لعلي عدنان الظهير الأيسر اللي تعامل مع الكرة بشكل جيد لكن شاتها على الهدف. يمكن علاوي بهاي اللقطة كان عنده خيار آخر أنه يمرر للصديق اللي جنبه واقف، ممكن يكون الخيار أفضل، لكن مع هذا كانت تسديدة علي عدنان جيدة وخطرة على الهدف. علي عدنان بالجهة اليسرى انطى نشاط قوي من خلال هذه اللقطات اللي دنشوفها. هنا ايضا تحويل لعب من الجهة اليمين الى الجهة اليسار، ايضا علي عدنان عرض الكرة لكن يمكن التعريضة مالته ما كانت بذاك المستوى المطلوب. محمد قاسم من الناس استلم الطوبة، وايضا هنا المهاجم مالتنا ايش حيسوي؟ انطاها لعلي عدنان، وعلي عدنان ايضا ما اعرف هاي اذا شات الكرة او عرضها ما اعرف. شوفوا الجهة اليسرى بهذه المباراة كانت جدا اخطر من الجهة اليمنى اعتقد المنتخبنا الوطني. هذا انا لاعبنا المفروض رأسا يشوت لكن تأخر بها شوية والشوطة ما تتشتتت. هجمة اخرى هنا نشوف حلوة التسديدة، لكن اعتقدها انه التسديدة ضعيفة، كان المفروض انه اكثر يسدد اقوى. هذه الهجمة الاخرى ايضا من الجهة اليمين، هذه المرة حلوة والله هذه النطية كلش حلوة، لكن المهاجم مالتنا ما تعامل وياها بشكل صحيح، ما اعرف من هو بصراحة هذا المهاجم. هنا هذه الهجمة علي عدنان لابراهيم بايش، تعامل كلش حلو، ابراهيم بايش هنا كان اسرع من المدافع، طلع حلو حلو عرضها بشكل حلو، لكن مهاجمنا كان متأخر تقريبا، لكن محاولة جيدة. الله على هذه الهجمة، شوف هذه من النص لكن مهاجمنا ما تعامل وياها بشكل صحيح. اكو بناء هجمة، اكو عرضيات دا تجي، شوفوا هذه جهة علي عدنان الجهة اليسرى، هو ابراهيم بايش شوية احسن من الجهة اليسرى، كانت احسن من الجهة اليمنى مالتنا، هذا هدف لكن كانت حالة تسلل على ميمي. علي عدنان دا اقول لكم سوى شغل حلو بهذه المباراة، شوف كل الكرات من يم جهة علي عدنان، مناولات جميلة، اسلوب هذا يمكن اضاف المدرب ادفوكات عن المنتخب، التمريرات القصيرة هنا استلمها لاعبنا، شوف اوكي هذه تمريره طويله لكن كانت مناسبه للاعب ابراهيم بايش، لحق لها، خلينا نشوف ايش حيسوي هنا بمهارته، راح يقدر يطلع اللاعب، حلو طلع عرض الكره لكن التعريضه ما اجت بطريقه صحيحه. هنا يلا علي عدنان حلوه، شوف 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 الانطلاقه مال علي عدنان كلش حلوه، تعامل شو يسوي لك بعد، شو يسوي لك، يجي هو يسجلها، ما تقول لي شو يسوي لك، هذه المفروض تجي جول، ما اجت هنا، ضيعها لاعبنا ومهاجمنا، لو اكو مهاجم شويه شرس ممكن يجيب هذه الهجمه جول. شوفوا اللعب من اليسار الى اليمين، حلوه استلام تسليم جميل، عبره اعتقد هذا بسام شاكر اعتقد، عرضها بشكل حلو، الله تسديده حلوه الحارس لكن ابعدها، انطيها هنا لكن شوف ماكو احد فاتح له، حلوه حلوه
يا أخي المشكلة وين؟ إنه أكو فرص هواية انخلقت لكن مهاجمينه ما سجلوا من خلال هذه الفرص. شوف هذه تعرض، هذا بسام شاكر أعتقد 24، ما متأكد من عنده، الله على هذه النطية، الظهير اليمين مالتنا أخذها لكن ما تعاملوا وياها بشكل صحيح، العرضية مالته ما كانت صحيحة. هذه هنا ضربة ركنية، أعتقد هذا سعد ناطق رقم 4، سعد يلعب ضربات رأسية حلوة. ناظر غام نزل طبعا، 1-2 جميل، حلو ضرغام، المفروض يفوز بيها. مشكلة انه الدفاع مالتهم مال خصمهم مين كان واقف بشكل صحيح. يلا شوفوا حلوة، بس كان المفروض انه هو الله، يعني انت هذا ما اعرف منه، هذا 23 27 23 ما اعرف، المفروض انه هاي الهجمة هدف، يعني لو غير مهاجم هاي يحطها، لو مهاجم قناص يحطها. ضربة رأسية ما كانت ذيك الضربة القوية، وهنا انتهت المباراة. ومشكلة انه انتهت واكو فرص هواية ما قدر من خلالها منتخبنا الوطني او مهاجمي يسجلون هدف. يعني يمكن احنا بالاول شي قلنا انه اكو عقم هجومي، ما كنا شايفين الملخص، لكن هذا الملخص من تشوفه يثبت لك انه فعلا مهاجمين ما استغلوا الفرص، اتيحت لهم اكثر من 3 و4 فرص ما قدروا يسجلون من خلالها. طبعا من خلال هذا الملخص اللي شفناه قدامنا واضح جدا اكو تغيير نوعا ما عن المباراة الاولى. فمن خلال هذه المباراة اتيحت فرص لمهاجمينا، نوعا ما خط الوسط بدأ يشتغل والاظهرة عندنا والاجنحة مكانهم صار افضل عن المباراة السابقة. شفنا هجمات تجي من الجهة اليسار او الجهة اليمين، وكانت الجهة اليسرى اللي بها علي عدنان انشط من الجهة اليمنى اللي بها ما اعرف، يمكن كان فيها علاء مهاوي بالشوط الاول او هيك شيء. من خلال هذا الملخص نقدر نقول انه ادفوكات اعطى هوايه فرص يعني اختبر كل اللاعبين اللي جابهم، لانه من خلال الصور شفت مثلا على عبد الزهره موجود كمهاجم، مهند عبد الرحيم، ميمي كان موجود، وبالشوط الاول نزل مهاجم نادي الشرطه محمد داوود ايضا. فاعتقد انه المدرب كان يريد يشوف الخط الهجومي مالته هل هو بخير ام لا. طبعا اذا تسالوني عنه ليش ما سجلنا، انا اقول لك انه فائده المباريات التجريبيه انه تكشف عن نقاط الضعف اللي موجوده عندك. وبكل امانه اكو نقطه ضعف نوعا ما من ناحيه التسجيل عند المنتخب الوطني العراقي. فمثلا مباراه اليوم اتيحت فرص للاعبين، لكن نوعا ما كان مهاجمين مو محظوظين، وانا ما تعاملوا ويا الكره بشكل صحيح، خصوصا بهجمتين او ثلاثه. ادفوكات لو تشوفون اكو محاولات للتسديد من خارج منطقه الجزاء من قبل المهاجمين، واكو ايضا محاولات من الدخول من الجهه اليسار، ونوعا ما اكو هجمه او هجمتين حاولوا يتوغلون بها منتخبنا من النص. فتقدر تقول من خلال هذه المباراه او من خلال الملخص الصغير اكو تنوع بطريقه الهجمات على الخصم، ومع هذا كله ما قدرنا انه نسجل هدف. البارحه يمكن من نزلت الستوري مالتي بعض الناس علقوا قالوا المشكلة انه صانع العاب ماكو، شلون المهاجم يسجل؟ ومن خلال الملخص اللي شفناه كانت اكو فرص كلش واضحة للتسجيل وكانت سهلة، يعني لو كان عندنا مهاجم يسجل هدف ممكن انه يسجل هدف او هدفين من خلال هذه المباراة، لانه اكو فرص كلش سهلة ضاعت من المهاجمين مالتنا. هسه تقول لي شنو الفائدة من التسجيل؟ انا اقول لك شنو الفائدة من عدم التسجيل بالمباريات التجريبية؟ يعني اصلا المهاجم من يروح المعسكر تدريبي والى الان المدرب ما مختار المهاجمين الاساسيين مالته، من المفروض انه من خلال المعسكر التدريبي يثبت نفسه ويثبت وجوده، والمهاجم اذا يريد يثبت نفسه وجوده بالتاكيد لازم يسجل، بالله المدافع يثبت وجوده ولاعب الوسط بصناعه اهداف بالدفاع وهكذا، بس المهاجم اذا يريد يثبت وجوده خصوصا المهاجم راس الحربه لازم يسجل. فبالتالي مهاجمينا من خلال هذه المباراه خصوصا اللي سمحت لهم بها فرص هوايه كانت ما قدروا يسجلون، فبالتالي انا يعني اعتقد انه ادفوكات لازم شوية معسكر تركيا يركز على موضوع الهجوم عند المنتخب العراقي، لأنه أكو مباريات مثل مباراة منتخب كوريا يمكن حتتاح لك فرصة واحدة سهلة من خلالها يمكن تسجل، أما إذا أنت تاحت لك فرصة سهلة وما سجلت فهذه مصيبة. لو تلاحظ مرات بأداء المنتخب الوطني العراقي ممكن أنه بأداء خصوصا من كان المدرب كتانيش موجود يمكن من خلال فرصة واحدة يسجل المنتخب العراقي ويدافع ويحافظ على الفوز مالته. فبالتالي أنت قدام منتخب كوريا ما يصير تضيع هيك هجمات، خصوصا أن المنتخب الكوري من الصعب أنه يسجل عليه هدف أو هدفين، مو مثل ما أنت تلعب ويا نادي إسباني يمكن من الدرجة الثالثة. فأنا أعتقد أنه مواجهة منتخب كوريا لازم شوية نركز، لكن الشيء المهم والجيد
انه احنا مواجهه منتخب كوريا قد يضافون ان لاعبين محترفين مركز الهجوم ممكن انه يساعدون المنتخب العراقي بينها العقم التهديفي اللي موجود بالمنتخب الوطني العراقي. طبعا منتخبنا راح يروح يسافر تركيا، اذا واحد قال لك انه اكو 7 لاعبين راح يبعدون وهذه الامور، فمعسكر تركيا هم نفس اللاعبين راح يروحون من اسبانيا راح يطيرون تركيا وحيتواجدون بتركيا، ماكو لاعب مستبعد. شو وقت يستبعدون اللاعبين من تطلع القائمه النهائيه لمواجهه كوريا، بذاك الوقت راح يعلن المدرب 23 اسم وراح يستبعد بقيه اللاعبين بعد اضافه اللاعبين المحترفين. فاذا اضاف لاعبين محترفين بالتاكيد راح يستبعد بعض اللاعبين اللي موجودين بالمعسكر التدريبي، يخليهم بالاحتياط في حال ان اصاب لاعب لا سامح الله، ممكن انه يستدعي من هذول اللاعبين لاعب يعوض هذا اللاعب. فتقدر نقول انه معسكر تركيا احنا متفائلين به خير، خصوصا بعد سماع بعض الاخبار اللي تقول انه بعض اللاعبين المحترفين راح يجون يقدرون يجون الى معسكر تركيا، ومنهم حسب ما سمعت ما متاكد لكن منهم ايمن حسين وجاستن ميرام راح يكونون متواجدين بمعسكر تركيا. فنتفائل خير بهذا المعسكر الجاي ونتمنى ان يكون اكثر سريه، لانه ما بقى لنا بس تقريبا 15 يوم لمواجهه المنتخب الكوري الجنوبي. هذا كل ما عندي بحلقه اليوم، شكرا لمتابعتكم، اشوفكم خير يا رب، مع السلامه.